السلام عليكم الاخوه الاخوات، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كيف العاده نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي افضل حال ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيف العاده اخوتي الاعزاء، فرقعوا معكم ذاك اللايك باش الفيديو كيتقترح وكيشوفوا ناس اخرين ويوصل لكاع المغاربه. كنتي جديد معنا، مرحبا بك، اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا. ونبداو باول فيديو مثير للاهتمام الاخوان. ما غيرضاوش الجيران، ما غيرضاوش. هانتوما تعرفوا علاش؟ كادو جامي كريته، كاين بزاف في صوالح عمر ولا الافوكادو جامي كليته في الجزائر في القوه الهاربه. نعاودوا الفيديو، هانتوما سمعوا. الافوكادو جامي كليته، كاين بزاف في صوالح عمر ولا كليتهم في الغربه في بريطانيا، كيما هذاك اللي كي الطوماطيشه، كيسموه داك اللي كي الطوماطيشه، هذاك ثاني عمر ولا كليته في الجزائر ولا شتا في الجزائر ولا في بلد واحد اخر، كليته غير في الغربه هنا في بريطانيا. كاين بزاف صوالح اختي عمر ولا كليتهم، كذب حرام. حتى وصلنا هنا للغربه كليتهم، من تعلمتهم بولادي، تعلمتهم المغاربه صحاباتي من الناس، وانا كي صرت تغربت على بها. نشكر لكم مغربيات بزاف، تعرفت غير على المغاربه بزاف، انت وعنا ما تعرفتش عليهم بزاف، ما لقيتهمش كاع. المنطقه اللي سكنت فيها وتغربت فيها ما كانش حتى وعنا، ما كانش حتى وعنا، كاين غير المغاربه، وعاشت المغاربه بزاف. نحكي لك اختي الحقيقه، حقيقة في دقيقة، المغاربة حاكمينها، وهذا الشيء اللي كيخليهم الإخوان ما كيرضاوش، ما كتهضم لهمش، ما كيتقبلوهاش، بلي المغرب والمغاربة بعاد عليهم كل البعد، يعني لا مجال للمقارنة في كل شيء، الإخوان. والله لا إلا إلا أنتم جزائريين كيعترفوا وكيشكروا المغرب وهادي وهادي وهادي، إلا هما البوصبعيين، حيتاش المغرب وحلهم هنا، الله يشافيهم. مساكن دوزو بس هاد الفيديو الاخوان، شوفوا شنو كيقول. قال لك معروف بالخير عابدين، مسؤول سابق بالبوليساريو الجزائر، قال في الفيديو باللي الجزائر هي من تمنع المحتجزين من العوده الى المغرب وتمارس عليهم القمع والتعذيب. هذا الشيء معروف من زمان من زمان، يا راكم كل مره كتزيدوا تعصرفوا. بس السياسه اللي تمارسها الدوله الجزائريه وحليف البوليساريو على اهالينا هناك في المخيمات، وتبينت لنا فكره جد حسنه اللي تقدمت بها المملكه بنيه حسنه، وان هاي الفكره الحمد لله جميع المتواجدين في المخيمات قنعوا بهاي الفكره، غير باتجاه بالضغط ها اللي عليهم بالمحصار ها اللي عليهم، ما قدوا يعبروا عن تضامنهم مع هاي الفكره اللي تقدمت بها المملكه المغربيه. وطبعا كحنا كنشطاء حقوقيين رحبنا بهاي المقترح اللي تقدمت به الدولة المغربية، المملكة المغربية، بأنها شافت مصلحتها للصحراء بأنهم يعودوا إلى أرض الوطن معززين مكرمين، يدخلوا لأرضهم ووطنهم. والحمد لله كيف نشوف، الحمد لله المناطق الجنوبية كي كانت، والحمد لله درك عاد كيفتاش قطعت أشواط مع المملكة المغربية بناتها الحمد لله. ما نتكلموا عن الصحراء 76 ولا 75، نقارنوها مع ضريق، المغرب بنى مستقبل الصحراويين داخل ارضهم وداخل ارض وطنهم. ونبغوا مولين نقولوا عن هاي الفكره جات في محلها، وان البوليزاريو تتهرب منها، لان البوليزاريو نقدر نقولوا احنا نشطاء انها ما تبغي مصلحتها للصحراء، كانت تبغي مصلحتها للصحراء، انها فات قبلت بهاي الفكره اللي تقدمت بها المملكه المغربيه. ودائما البوليزاريو لابد ان لها ان تتشاور مع الجزائر، لان الجزائر نقدر نقولوا هي القرار البوليزاريو. وطبعا فكرة احنا مؤيدينها وانتم مؤيدينها الى عودة اخر خيمة من المخيمات. يتعاملوا معاهم بقمع، يتعاملوا معاهم بوحشية، يتعاملوا معاهم بديكتاتورية الاعتقالات، حتى 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 مخ حتى الجيش الجزائري تدخل بعض الاوقات في مثل هذه الانتفاضات السلميه اللي مطالب برحيل هذا النظام، ومطالبه كذلك بعوده اهالينا الى ارض الوطن. غير شنو نقول لك عنه، خالق ياسر من الاعتقالات، فهم خالق ياسر من التعذيب، شوجون لحد الساعة، شجر الرشيد ملان من المعتقلين، شيدن الذهبية ملان من المعتقلين، والمنظمات الدولية مواسعة ما تخرص ذا اللي واقع في المخيمات، وما هي رد البال ذا اللي واقع في المخيمات، ونحملوها المسؤولية، نحملوا المسؤولية التاريخية. وما غيطولوش، داك الشيء راه، شوف راه الفيلم تسالى، بعد الفيلم راه تسالى، وقريبا غادي تطلع الكتابه. وعقلوا عليها الاخوان، هاد الجبهه ديال اللقطاء غادي يوليو يطالبوا في حقهم
في الجزائر، وغادي يوليو يعضوا وياكلوا في الجزائر في القوة الهاربة والحفرة اللي هادي سنين هما كيحفروا فيها، مع غرقوها بزاف غيطيحوا فيها. شوفوا واحد الفيديو عن رسالة إلى عصابة البوليساريو الإرهابية ودولة الكبرانات من جندي مغربي. توفى شخص الله يرحمه برحمة الله، وهذا التقرير راه دار من طرف الأمم المتحدة، والتقرير دار من طرف المينيرسو القبعة الزرق اللي عندنا في المناطق الجنوبية. جاو شاهدوا داك الشيء وشافوا داك الشيء وعمروا المحاضر ديالهم. يعني هذه غادي تكون الضربة القاضية مرة أخرى للمرتزقة البوليزاريو ولا اللي كتأويهم ولا النظام العسكري الفاشل الجزائري. راه ضربنا معكم الحرب، راه تقاتلنا معكم في وسط الصحراء، راه عطينا لماكم العصا، راه انا واخا شديت بريزوني ها الحمد لله مازال نعطي لماكم العصا، مازال نقرب باباكم الكلب. انا قلت لكم الاخوان راهم في الحلقه الاخيره، ولا لا الحلقه الاخيره وقسم سالا في الفينال جبدوا طويل. وشوفوا دابا القوه الهاربه شنو غادي دير مع بنيتها، جبهه اللقطاء بولي زيرو. شوفوا واحد البوصبه هي الاخوان هي في ليبيا، غادي نمشيو نشوفوا طبخ في الجزائر وش... حرجت راسها براسها. شنو طبخ لنا يا سليم؟ شربات دونك كاين شربه فريك في الشرق عندنا فريك شربه فريك شربه فريك فوالا والحريره اللي ياكلوها بزاف في المغرب. الحريره لي زوريجين تاعها الاصل تاعها اندلسي، سي بور سا اللي كاين في الغرب ديال الجزائر وفي المغرب. كاين في المغرب وفي الغرب ديال الجزائر كيما حبيتي هي كيف كيما هي. الاصل تاعها الاندلس. والله ليلى مرمقاسك بالله البوصبعيه. دابا اجيو نخدموا المنطق. واش الاخوان شنو هو اللي صحيح في التعبير؟ واش في الغرب ديال الجزائر والمغرب يعني كتزيد داك الواو، داك الواو يعني بحال اللي كتسبق بالمنطقه الاصليه وعاد كتزيد في واحد البلايصه نقولوا شويه يعني حتى هما كيتعرفوا بها، حتى هما يعني تابعين لذاك العاده هذيك. دابا ها نتوما السيد قال لها الحريره معروفه ديال المغرب، هي قالت له لا من اصول الاصول ديالها معروفه اندلسيه، وقالت معروفه في غرب الجزائر ثم المغرب. عاركم شفتوا الممثله المغربيه ديالنا تلص فيها بجوج مرميقات. في المغرب معروفه في المغرب ثم غرب الجزائر، غرب داكشي ها محدود غرب الجزائر داكشي، ماشي هي في بلاد كامله معروفه في المغرب على مر التاريخ ومن الاكلات التقليديه اللي داخله في التراث يعني عبر الزمن. هذه ماش مهم ما تديوش عليها الاخوان، هذه بوصبعيه من البوصبعيه الاخرين راكم عارفين. الله يشافيهم مساكن مراد بينا. خوزي لازاز الفيديو ديالنا هنا تسالا، نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه، هذه فرقعوا داك اللايك باش الفيديو كيتقترح وكيشوفوا ناس اخرين ويوصل لكاع المغاربه. اللي جديد معنا مرحبا به، شارك في القناه، فعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. تسلم.